كيف تقدر تستغل ثغرة الاسكيل انجكشن وتطلع كل الداتابيس الموجودة في الموقع عن طريق اداة الاسكيل ماب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد راح نكمل السلسلة اللي انتم حبيتوها اللي هي الاسكويل ماب اليوم ان شاء الله راح نتكلم وراح نطبق عمليا مع بعض كيف ممكن نخترق المواقع وناخذ الداتابيس حقتها ونعرضها عندنا بحيث انه في داتابيس مواقع موجوده في بيانات موجوده في الموقع من يوزر نيم والباسورد اخره كيف ممكن نطلعها ونستغل ثغره الاسكيول انجكشن عن طريق أداة الـ ماب لكن حبيت نذكركم هذه الفيديوهات وهذه السلسلة مأخوذة من دورتي دورة الـ اس أو اسمها دورة بي تي هي شهادة احترافية من شركة إيلين e سيكوريتي مثل ما تشوفون قدامكم هذه تغريدة قد أنا نشرتها قبل أنه فتحت التسجيل اللي يبي يشترك تعالوا معليك ما تعالوا خاص وزبطكم اللي بيشترك حياكم الله تواصلوا معي سواء في تويتر عندكم حساباتي تحت في الوصف تحت تحت هنا ايه تويتر عندكم سناب عندكم تليجرام اللي حابين تواصلوا معي وما عليكم اظبطكم انتم متابعين وحبايبي و... وحلوين <applause> قربنا نوصل رقم جميل ان شاء الله الهمه بس اشتركوا في القناه وحطوا لايك يا وحوش اذا حابين تكمل السلسله هذه ابي اشوف دعمكم وروني دعمكم في اللايكات، وروني دعمكم في الكومنتات، هذا الشيء راح يحفزني كثير وراح تسعدوني كثير، يلا ما راح نطول عليكم المقطع طويل من الاساس وانا غثيث، <applause> خلاص نترككم مع فيديو، سلام عليكم. خلينا نرجع للريزولت ونشوف. قال والله استخدم هذا الملف واستخدم هذه يوزر ايجنت، بعدين قال اوكي ترى الباك اند هو الماي والتست كونكشن اليو الى اخره ويجرب او يجرب. طيب ياسر في حاجه اختلفت هنا مع الريزلت، قلت طيب نفسها واختلف شيء واحد، في شيء ثاني اختلف اللي يسوي تستنج 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 الفيرجن ما خمسه اربعه هذه وين راحت؟ الاسكي الماب بحيث انها تحفظ الريزلت عندها، طيب وين تحفظ الريزلت عندها؟ وكيف تعرف تمام؟ طيب عندك هذا المسار هوم يا هو اسم اليوزر عندي .local share sqlmap output وال هو test هوب خلينا ناخذ نظره سريعه ونشوف وش في هناك تمام نسوي ls هو test الى اخره طيب نسوي ls راح نلاقي target text وال log وال session ال sqlite تمام نشوف والله نقول كاتالوج ما يحتاج نسوي شوفوا كل النتائج اللي استخدمناها احنا في الاس كي الماب موجوده هنا النتائج اللي استخدمناها شو كاتالوج والله في البدايه سووا هذا الشكل وهذا النظام الى اخره بحيث ان اللوج تشوف كل النتائج اللي طلعتها طيب نقدر نرجع لاداه الاس كي ماب طيب في حاجة برضو أبي يعني يعني أوكي الحين أنا أستخدم يوزر ايجنت وأستخدم باتش بس دقيقة الحين أنا بعد ما عرفت يعني كبداية أنه الماي اسكيل خلينا نحط انتر عشان توضح لكم الفكرة بعد ما عرفنا أنه الماي أنه ماي اسكيل هو الدي بي ام اس حق الموقع أنه ماي اسكيل خلينا نساعد الأداة ونقول أوكي اسمعي ابيك اي بيلوت تستخدمينه في اي امر جاي ابيك تستخدمين فقط الماي سكيل تمام شيء جدا بسيط وشو بدل ما نقول والله صراحه خلاص احنا عرفنا بنر والله نقول بنقول اوكي داش داش دي بي ام اس ونقول وش ال الدي بي ام اس حقنا اللي هو ماي ال. طيب هل بيختلف شيء من يختلف من ناحيه انه خلاص يعرف انه اي بيلود راح يستخدم مستقبلا هو مخصص الماي اس طيب الان عشان بس نرتب الامر عندنا تمام معليش تمام احنا الان عرفنا في بدايه انه الدي بي ام اس حقه هو ماي اس خلاص على طول دي بي ام اس حقه راح نستخدم ماي اس طيب نبي الأداة جاوب عنا ديفولت خاصة راح نستخدم باتش طيب نبي نتخفى وإحنا نرسل هذا الريكوست ريكوستات للموقع عشان ما يبلكنا وإحنا قاعد نفحصه نستخدم راندوم ايجنت ها راح يساعدنا على التخفي تمام عشان وول ما يبلكنا طيب في حاجة من الحاجات اللي هي يعني مهمة ألا وهي بعد ما نعرف انه دي بي ام اس وبعدين وش فايده السكرين ماب برضو راح نقدر نجيب وش الداتابيس الموجوده في الموقع طيب وش الامر داش داش دي بي اس داتابيس تمام وش اللي طلع معنا يقول لك بعد النتائج اللي هي نفسها وانه حصل ونفس الموجود ونفس البيلوت الموجود بس في شيء جديد طلعنا هنا تمام؟ يقول لك انفورميشن Information Featuring Database Names أسماء الداتابيس لاحظ في اثنين داتابيس موجودة عنده. داتابيس اسمها Accurate وداتابيس ثانية اسمها Information Schema. تخبروني يوم كنا احنا نقول الانفورميشن Information Schema هذه موجودة في كل دات, كل يعني DBMS لازم تكون موجودة في اس ال اي داتا تسويها جديد في الماي اس لازم تكون موجود الانفورميشن سكيما وقلنا فائده الانفورميشن سكيما هي تحافظ على سلامه الداتا حقتك وتحافظ على سلامه التيبلز والريليشن حقتها وتكون يعني شغاله بشكل تمام هذه وظيفتها لكن احنا في الحقن اليدوي كنا نستخدم ونستغل الانفورميشن سكيما بحيث انه راح نطلع معلومات التيبلز نطلع معلومات الداتابيس من انفورميشن سكيما طيب هذا بس حبيت اوضح النقطه حقت انفورميشن سكيما وليش استخدمنا انفورميشن سكيما دوت تيبلز والانفورميشن سكيما دوت كولمز الى اخره طيب الان ابي اشوف الداتابيس اكورد الحين انا من ناحيه انه الاسكيل ماب ابي ادخل على الداتابيس اكورد بشوف الجداول فيه جدا بسيط راح نمسح 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 ونخلي الداش دي كابيتال طيب وايش اسم الداتابيس اللي راح تستخدمها اللي هي اي سي يو ار تي معلش اوكي بعدين خلاص نسوي كذا لا نبي لو سمحت التابلز الموجوده في الداتا هذه نضغط انتر شوفوا وش اعطانا اعطانا نفس الريزلت فوق تمام بس الشيء الزايد طبعا كل مره ندخل في يوزر ايجنت مختلف مثل ما تشوفون وكل الرسالة اللي تختلف طيب نجي هنا والله يقول اوكي ترى في ثمان جداول والجداول هذه ارتست كارد كاتوريز فيتشر جوست بوك الى اخره طيب احنا نبي نشوف داخل جدول اليوزر نبي نشوف وش الكولومز المستخدمه في اليوزر او اليوزرز مثل ما نلاحظ هنا نبي نقول اوكي ملف او التيبل حق الاكونتس او التيبل حق اليوزرز معليش يوزرز ابي اشوف المعلومات اللي هنا بس، ما ابي اشوف المعلومات اللي تحت، لا ابي اشوف المعلومات اللي هنا. طيب وش راح اكتب؟ جدا بسيط، خلاص احنا كتبنا دي كابيتال هو اسم الداتابيس اكروت، قلنا اوكي نبي نحط تي كابيتال وش اسم التيبل اللي تبي تدخل التيبل يوزرز طيب وشو تبي تعرف بعد تبي تعرف الكولومز او الاعمدة داش داش كولومز ممتاز حط انتر ونشوف ايش وش راح يطلع لنا في بداية المحاضرات اللي احنا عرفناها يوم قلنا احنا اوكي نبي نعرف كيف نسوي تيبلز كيف نستخدم وكيف نضيف البيانات داخل تيبل تمام؟ في الماي اسكي ال هذا هو تخبروني ممكن احنا نستخدم فار تشار وقلنا وش الفرق بين فار تشار والتشار وقلنا انه ليش 100 ليش مو 50 والاخره تمام؟ هذه الستركشر حق الكولمز حقت حق اليوزر، مثلا هنا فيه الاي دي يوزر نيم باسورد هنا في ادرس كارت سي سي ايميل نيم باس فون يو نحطها هنا فوق هي هي المعلومات هنا فوق كلها تمام؟ طيب ياسر انا انا الحين يعني عرفت الكولومز طيب وش استفيد اصلا الكولومز انا ابي البيانات معليش انا ابي البيانات الموجوده داخل الكولومز هذه يعني لو سمحت هذه مضيع الوقت <applause> ابي البيانات وصلني للبيانات هذه تمام بسيطه بسيطه في حاجه تمام لما نبي ناخذ او قبلنا نغوص وناخذ البيانات ونطلع البيانات كلها نبي نحدد الكولم المعين ونجيب معلوماته يعني كيف اوكي احنا عندنا هنا اي دي ويوزر نيم باسورد لا اقول انا ما ابي اظهر كل التيبل هذه حقت كلها لا ابي اظهر اليوزر نيم والمعلومات حقت تحت ياسر والمعلومات حقتها بس هذا اللي ابي طيب كيف راح اسويها ياسر؟ بسيطة جدا داش سي كابيتال تمام؟ وش نبي نستخدم؟ والله نبي نستخدم اللي هو ايش رايكم باليو نيم ممتاز طيب لو ضغطت انت. انتر وش راح يصير؟ خلينا نشوف وش راح يصير معنا. ما راح يطلع شيء. ليش؟ انت ما اضفت حاجة او ما قلت له عطني المعلومات وش هي سلاش سلاش دامب دامب عطني المعلومات الموجودة في الداتابيس اكروت والموجودة في التابل يوزر وحرفيا ابي الكولم او العمود اللي اسمه يونيم خلينا نشوف شو راح يطلع معنا وش طلع معنا اليونيم في قيمة واحدة بس عقيمة موجودة اسمها تيست بس طيب ياسر لو نرجع احنا للكولمز كولومز كو ممتاز لو نرجع للكولمز طيب انا ما ابي بس اليو مثلا والله لقيت انا هنا مثلا خمسين كولم الى اخره ما ابي اطلعها كلها ابي اشياء محدده بس يعني لما احيانا لما نسوي الدامب راح تصير المعلومات ملخبطه وما اقدر اقراها انا باشياء محدده طيب خلينا نجي هنا ونقول اوكي داش سي وش نبي مثلا؟ اوكي نبي الايميل فاصلة وش نبي بعد؟ والله نبي الباس هذا اللي يهمنا فاصلة اوه الادرس ايش رايكم بالادرس؟ والله الصراحة شيء انترستنج ايش نعرف وين مكان بيته؟ يلا خلينا نعرف وين مكان بيته والداتا بيس موجودة نحط انتر لا في حد هي داش داش نم لا تنسونا خلينا نشرح لنا وش طلعنا هنا هذا الايميل وهذا الباس وهذا الادرس ياسر وش الايميل اللي هنا يا رجل وش المعلومات العقيمة الموجودة ما في ايميل الموقع بابلك عادي اي واحد يقدر يحقن اي واحد يسوي يعني يسوي لخبطة <applause> طيب لو نرجع الكولمز طيب ياسر هل اقول والله ابي ثلاثه اربع اشياء عادي جدا ترى جدا جدا عادي يعني مثلا والله نبي ادرس نبي مثلا فون على هذا الموال فاصله وشيل تبي تضغط انتر شوف انضاف اللي هو الفون طبعا هذه المعلومات الوحيده في كولوم الفون طيب ياسر اذا انا كنت بعرف المعلومات التيبل هذه كلها نسوي نحط ونحط اسامي مشوار سلمات، وش الفائدة؟ طيب، خلني نرجع الأمر اللي هو columns، تمام؟ خلاص، إحنا عندنا table اللي هو users، بس عندي columns. نبي نأخذ، أوكي لو سمحت، أنا ما بيشوف ال columns، أوكي؟ أبي أشوف معلومات Dump Direct. خلاص Dump للتيبل users اللي موجودة في Database Accurate. طيب، نشوف إيش راح يطلع معنا؟ مثل ما تشوفون هذه او هذا التابل كامل في سي سي فيها كارت فيها النيم فيها الباس فيها الايميل وفيها الفون فيه يونيم وفيها الادرس تمام الايميل مدلش ما ادري ليش <applause> ما طلعناه شوي طبعا خبيط عموما في ايميل في فون كل شيء هذا هو الموجود الان تمام بس احيانا نشوف هنا في لخبطه موجوده يعني ما هو واضح فعشان كذا ممكن احنا نحتاج بعض الكولومز الموجوده بعد شوي راح نشوف كولومز كبيره يعني 15 كولم 20 كولومز او 20 عمود ممكن راح تصير حوسه وما تقدر تقراها بشكل ممتاز فعشان كذا راح نحدد اللي هي سي كابيتال ونحسب او ناخذ الكولومز اللي نحتاجها تمام طيب خلاص كذا ياسر لا ما هو خلاص لو نرجع فوق في امر احنا كتبناه دوت تيبل صح نبي كل التابلز الموجوده في الاكورد نفس الشيء نبي نختار التيبل نحط داش تي ونحط اسم التيبل مثلا كارتس بعدين نحط كولمز تمام ونشوف هذا الكولمز الموجوده كارت اي دي ايتم بايس طيب ياسر يا اخي يا نمشي كل شوي ونمشي نحط التيبل تيبل طيب ابي المعلومات كلها الموجودة او الجداول كلها تظهر لي اياها وتظهر لي معلومات الجداول في الداتابيس هذه تبيها خلاص ما عندك اي مشكلة بسيطة جدا داتابيس الاكورت لو سمحت دمب او دمب اول اللي انت بيه عادي تمام راح يجيب لك كل التابلز الموجودة في الداتابيس حقت ايش؟ داتابيس accurate شوفوا كل التيبلز الموجوده وراح نمر عليها ان شاء الله واحده واحده ونشوف ايش وضعها. طيب نروح فوق ونشوف ايش اللي صاير هنا وإيش الحوسه اللي صارت هنا. نجي عند الامر اللطيف هنا. اوكي هنا بدينا طيب في البدايه اليوزرز جاب التيبل يوزر كامل بعدين قال اوكي طيب خلاص في التابلس ثاني اسمه بيكتشرز في سبعه انتريس بحيث انه في اي دي وكات وبيك اي دي وامج وبلونج وبرايس وتايتل وبي شورت شوفوا تشوفون الحوسه اللي هنا صايره هل تقدر تعرف وتشوف وش الموجود هنا فايده السي وراح نستخدمها في تيبلز البكتشر ان شاء الله بعد شوي الان عشان نعرف فايدتها طيب نزل تحت برضو في تيبل ثاني اللي هو الكارتس الكارتس منظمة يحللها في اي دي كارتس وفي الايتم هذا حرفيا السلة اي دي السلة نفسها والايتم الموجود والله في ايتم واحد في ايتم صفر في ايتم الرقم هذا وفي البرايس او السعر حق الايتم تمام حرفيا كل الداتابيس الموجودة في الموقع في الداتابيس نفسها هذه جاب لي اياها في الاسكيل ماب تمام؟ قلنا والله تيبل ثالث اللي هو البرودكت ترى في اي دي وترى في نيم اللي هو النيم هذا هو والبرايس حقه اللي هو 359 والديسكربشن اللي هو هذا الديسكربشن والريو آه... ريو رايتس نيم اتوقع اسمه شيء زي كذا تمام؟ وبرضه في تيبل ثاني اللي هو فيتشرز ما في شيء جست بوك ما في شيء الكات برضو في بس في لخبطه تمام؟ آه... ننزل تحت شاف اللي هو الارتيست 3 انتريز شوفوا شفتوا اللخبطة طيب خليني بس على السريع على السريع ماني منطول بنطول عليكم لكن بنفهم مفهوم اللي هو فهادة السي كابيتال احيانا ما نحتاجها بس احيانا تكون مفيدة جدا طيب اللي هي وشو البيكتشرز لازم لازم معلش لازم تكتبونها في يعني بالضبط سواء كابيتال سواء سمول لازم تكتبون اسامي التيبلز نفسها لو حطيت مثلا بيكتشر قلت كذا اس ما راح يفهم علي لازم اس كم أه سمول بس خلينا نتاكد تي يو ار اي اس تمام ابي الكولمز تمام عشان اقدر اختار كولومز كتبناها احنا بشكل غلط لازم نتاكد من كل الكتابه عندنا تاكدوا عشان اي غلط عندكم تاكدوا انه كتابتكم كتابتكم صح طيب مثلا نبي الكولم اللي هو شو ايمج واضح انه ترى مره كثير و بيلونج ولا نقول بيك شرطه تحت ايدي. طيب نسوي دامب. لا تنسونها دمب او دامب ال هي السيم يعني شوفوا الايمج هذه او والبيك اي بس طلع عليها مش وين احنا ما شفنا المعلومات هذه كلها ابدا ما شفناها لكن لما فصلنا فيها عرفنا طيب طيب ياسر في تقول انت اهميه انفورميشن سكيما ايش رايك تورينا اللي كنت انت تشرحه قبل يعني هل فعلا الانفورميشن سكيما في احد من tables الموجود اسمه تيبلز هل فعلا من احد information سكيما موجود كولمز يعني ياسر يعني ياسر هل فعلا لما قلت انت في السلايدات هنا وقلت information schema dot tables هل فعلا كلمة tables الموجودة في information schema هل فعلا في شيء اسمه base table زين table type هو base table وهل فعلا برضو في table schema هو database نفسه نبي نعرف الأشياء هذه استخداماتها ولما احنا سوينا الحقن يدوي استخدمنا دوت كولمز هل فعلا في شيء اسمه دوت كولمز ولا احنا جبناهم من راسنا ولا هو حظ ضربة حظ ولا ايش السالفة؟ خلينا نشوف الانفورميشن سكيما وش فيها داخل؟ طيب خلينا نشوف الداتا بيس الموجودة الآن راح نلاقي أحد منهم اللي هو انفورميشن سكيما، طيب خلاص داش دي ونجيب الاسم اللي هو الانفورميشن سكيما توقع صح information ميشن شرطه تحت سكيمه بعدين هنا tables وش tables الموجوده في الانفورميشن سكيمه شوفوا كل هذه tables الموجوده في الانفورميشن سكيمه لما قلنا احنا انفورميشن سكيمه دوت تيبلز طيب خلينا ننزل هنا ونشوف حرف التي ولا فعلا موجود tables طيب لما قلنا احنا عشان جبنا الكولمز اللي هو information سكيما دوت فعلا في كولمز هنا استخدمناها كولمز طيب خلينا نشوف التابلز وش فيها تابلز كولمز تمام او برضو غلطنا هنا اوكي ولا يهمكم مم. لازم نحطها كابيتل لحظه 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 دقيقه دقيقه لما سوينا التيبلز، انا كاتب تيبلز صح لكن ماني كاتبها بالكابيتل خليني نكتبها بالكابيتل اوكي خليني اكتب بالكابيتل ونشوف ايش راح يطلع لنا نزل تحت برضو كولومز نسينا نعدلها هنا اوكي نشوف هل يطلع لنا ريزولت ولا لا طيب طلعنا في التابلز معلش هو يصعدني فوق قلنا في التابلز ترى في فيرجن في اوتو increment في تشيك تايم في حاجه اللي هو وشو تيبل تايب تخبروني يمكن احنا في التيبل تايب هو بيست تيبل الانومريشن وبعدين قلنا التيبل تايب type يساوي base table وعشان نجيب المعلومات نفسها موجودة والتيبل table schema شوفوا هذه table schema وش table schema الموجودة طيب خلينا نقول اوكي جيب كل شيء دومب اول لو سمحت ابيك تجيب كل شيء في التيبل هو ثواني ثواني اتوقع خليت نجيب دمب اول لكل التيبلز الموجوده داخل اي تمام تمام أه بس معلومه بسيطه بس دمب اول أه بيجيب كل التيبلز او كل التيبلز الموجوده في الداتا بيس نفسها هذه نفسها تمام والدمب اللي هي يجيب لك أه كل المعلومات المعلومات الموجوده في التيبل لحالها فالدمب اول لو قد دمب اول خلاص راح يجيب كل التيبلز او كل معلومات التيبلز الموجوده في الداتابيس واحده تمام خلينا نصعد هنا على السريع تمام نشوف في اللي هو تيبل سكيما بس احنا ما نفهم احنا ما احنا فاهمين شيء يعني حرفيا نبي احنا معلومات التيبل سكيما فما هي مشكله نختار اللي هو تيبل سكيما ولا يهمك تيب نسخ بيست ممتاز بعدين نقول والله نبي اللي هو تيبل تايب برضو بعدين دمب تمام فالدمب الاول راح يجيب كل المعلومات حقت اللي هي الداتابيس نفسها دمب راح يجيب حق التيبل نفسها طيب نشوف هنا تيبل سكيما في بس خلينا نرجع للسلايدات على السريع تيبل سكيما هنا لما شفنا احنا في التيبل سكيما قلنا اوكي لما بالله تجيب لي table نيم من information سكيما دوت تيبلز بعدين لما الشرط حقنا الـ table تايب يساوي بيس تيبل تيبل تايب اللي هو تيبل تايب يساوي بيس تيبل و التيبل سكيما يساوي اسم الداتابيس خلينا نرجع الان ونشيك على الموضوع طيب تيبل تايب هو بيس تيبل لما التيبل تايب يساوي بيس تيبل وبرضو تيبل سكيما اسم الداتابيس اللي هو الأكورت لو سمحت جيبلي لي التيبلز الموجوده لما يكون تيبل تايب هو بيس تيبل وبرضو التيبل سكيما اللي هي أكورت او اسم الداتابيس احنا هنا عرفنا ليش استخدمنا هذاك البيلود بالذات واستدعينا كل التيبلز الموجوده هناك حرفيا كل المعلومات موجوده في الانفورميشن سكيما طيب حاجة ابي اضيفها لكم تمام داش داش تي بي اس طيب يعني بعد ما شفنا وحللنا في بيس ودخلنا في التابلز دخلنا في الكولمز وفصلنا في الموضوع وفصلنا في إنفورميشن سكيما نفسها طيب انا ابي اكون متخفي اكثر ابي اتخفى اكثر يعني ما بي الموقع او الفايرول يلقطني يعني تمام طيب هل في شيء اكثر من استخدام راندوم ايجنت؟ اي نعم في اللي هو راح نستخدم تور ارسال الريكوست عن طريق اسكن ماب من استخدام تور طيب خلينا نضغط انتر ونشوف ايش راح يطلع معنا اوه لما يجيك وارنينج انه ترى هو في حاجه تصير تمام بعدين لو جاك كريتيكال بمعنى انه في غلط وفي حاجة غلط صار مع الامر تمام فيقول لك هنا can't establish connection with تور socket يقول ترى ما نقدر نشبك مع التور بروكسي بالله شيك انك انت شغال تور سيرفست انه مثبت ومشغل عشان نقدر نستخدم امر تور بمعنى انه كيف راح نستخدم امر تور واحنا ما استخدمنا او ما شغلنا اللي هو تور سيرفيس وش التور سيرفيس طيب احنا ما عندنا وش راح نقول sudo apt install tour معليش انا حطيت ثواني هذه apt install tour تمام انا الحين ما عندي تور في الباروت فسويت apt install tour بعدين راح احط واي والحين يحمل المعنى اللي هو تور سيرفيس تمام راح يقعد شويتين ما راح يطول معكم طيب اتوقع في ايرور بس خلينا نشوف اوكي نقول sudo سيرفيس تور ستارت طيب احنا الان شغلنا تور سيرفيس سيرفيس اسمه تور طيب نمشيك هل هو شغال معنا ولا هو يستهبل شوفوا اكتف يعني هو شغال معنا طيب خلينا نجرب الامر اللي كتبناه قبل شوي اللي هو وشو حطينا احنا اليو اللي هو الرابط بعدين قلنا اوكي نبي نجيب او او دي بي ام اس حق الموقع اللي هو ماي اس بعدين الباتش استخدمناه لانه لو سمحت ابيك تجاوب لي الديفولت انسر على كل شيء يواجهني بعدين وابي استخدم راندوم ايجنت بحيث انه انا اتخفى وبرضه استخدم تور وبعدها ابي امر لو سمحت ابي اشوف كل الداتا الموجوده في الموقع هذا نحط انتر والله <applause> من زمان كان ودي استخدم الكلمه هذه تمام ف وش اللي طلع معنا؟ يقول لك اوكي في البدايه warning increase default value of option time second بحيث انه يقول لك انك انت ترسل request هو الديفولت حقه او الاساسي 10 ثواني بس انه بد... لما دام انك استخدمت التور اختلف هذا الشيء تمام؟ طيب نشوف هنا setting tour socket proxy ال التور بعدين يقول لك اوكي ترى استخدمنا او يعني او يعني استخدمنا الان هو التور خلاص يعني تور اللي هو السيرفس خلاص بحيث انه ان الحين انا ارسل الموقع حرفيا في عبر تور تمام عبر بروكسي بروكسي اللي تور تمام بعدين قلنا هنا فيتشنج راندوم اتش تي بي يوزر ايجنت استخدمنا يوزر ايجنت برضو فوق التور اللي استخدمناه طيب فهنا انت تتخفى اكثر واكثر باستخدام الاس ماب بحيث انه الفاير ما يتعقبك او ما يبلكك على طول لانك انت راح تكون على نفس الاي بي او نفس على اليوزر ايجنت فراح يعاملك معاملة طبيعية بحيث انه خمسين شخص او ستين شخص دخل موقع وجرب مختلف هذه البيلوز طيب فمثل ما شفنا هنا هذه الداتابيس المستخدمة فهذا بالنسبة للجزء الأول البسيط اللي بدينا نعرف كيف نستخدم DBS وكيف نستخدم الباتش وراندوم ايجنت واستخدمنا تور وعرفنا الداتابيس حرفيا ممكن احنا على طول لما يعني نقول هنا DBS اس تمام طبعا استخدم على شيء ثاني بس نقول داتا اللي هو اكورد تمام بعدين نقول هنا حرفيا كل شيء طبيعي لكن كل مره يرسل ريكوست في يوزر ايجنت وعبر اللي هو التور بحيث انك انت تكون متخفي تمام بحيث انه يكون ما في اي مشاكل تواجه tables اتوقع داتا استخدمتها انا واني اسمها اوكي شفتوا غلط باسم الداتا فما لقاها تمام خلينا نحط اسم الداتا بيس هذه شوفوا جاب التابلز بشكل طبيعي ابد جدا طبيعي استخدمنا وتخفينا بالبروكسي تورز واستخدمنا اليوزر ايجنت امورنا طيبه نفس البيلوت نفس كل حاجه اللي احنا عرفناها في الاختبار حرفين اللي يبيك شو بيجي منك ابيك تستخدم اليورل وابيك تجيب وشو الدي بي ام بحيث تشوف الداتابيس تدخل على الداتابيس تدخل على التابلز وتشوف المعلومات وتجاوب على السؤال لكن احنا هنا ما راح نكتفي بهذا الشيء ابدا احنا راح نخليك تتعمق اكثر في الاس كيو ال ماب فهذا كان الفيز الاول في الاس كيو ماب